السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. هنحل النهاردة مع بعض امتحان مهم جدا على الوحدة الاولى والوحدة التانية. تعالوا كده بقى نشوف مع بعض الامتحان بيحتوي عليه. هنبدأ كده مع بعض بسؤال النمبر 1 اللي هو سؤال الليسنج. بيقول لي listen and circle the word with the short vowel. هنعمل دايرة على الكلمة اللي فيها صوت متحرك قصير في النطق. A glue luck يبقى لك هي اللي فيها الشورت يو، انما احنا اتفقنا اي كلمة اخرها اي بتكون الفاول بتاعها ايه طويل وما تختارهاش، تختار اللي جنبها. بي pin like يبقى معنى كده ان pin اللي معناها دبوس هي اللي فيها الشورت اي، انما هنا بما ان فينا اي فمخلية الاي هنا لونج فاول. بعد كده سي time sit يبقى معنى كده sit هي اللي بتحتوي على short vowel. D kitten kite يبقى معنى كده ان kitten هي اللي بتحتوي على short i، ال i هنا في ال kitten هي short انما ال i في kite طويلة عشان ال e اللي موجودة في اخر الايه الكلمة. نشوف كده مع بعض question number 2. listen and complete with one word، بكلمة واحدة هتكمل بكلمة واحدة. number 1 excuse me can you help me، يبقى معنى كده يا اولاد اللي ناقص هنا هي can، وتخلي بالك ان انت تبدا بالسي هنا ايه كابيتال عشان دي في بدايه سؤال. can you help me دي طبعا بتستخدمها في طلب المساعده من الاخرين. number 2 I can't find my mom يبقى اللي ناقص هنا كلمه ايه، كلمه mom اللي هي معناها ام. number 3 Do you want pasta؟ يبقى اللي ناقص هنا هو you اللي معناها أنت، هل أنت تريد المكرونة؟ number 4 Here help yourself يبقى اللي ناقص هنا كلمة ايه help وتبدأ بال H capital عشان دي بداية ايه جملة بمعنى تفضل. شوف كده question number 3 اللي هو read and write true or false. number 1 The man is buying food يعني الرجل هنا بيشتري ايه طعام، طبعا الكلام ده مظبوط لانه رايح السوبر ماركت عشان يشتري الايه الطعام، وبالتالي number 1 تبقى true. 2 they are at the supermarket يعني هما في السوبر ماركت، طبعا الكلام ده مظبوط وبالتالي 2 تبقى برضه true. 3 the woman is wearing a yellow dress يعني السيده او المراه بترتدي فستان لونه ايه yellow اصفر، طبعا الكلام ده مش مظبوط لانه لونه ايه blue ازرق، وبالتالي number 3 تبقى false. 4 The girl is helping the man يعني المرأة أو السيدة أو البنت سوري البنت بتساعد الايه الرجل، طبعا الكلام ده مظبوط وبالتالي 3 أو 4 هتبقى true. شوف كده مع بعض question number 4 بيقول لي read and circle the odd one، هنتعمل دايرة على الكلمة المختلفة. number 1 pasta مكرونة ketchup اللي هو الكاتشب rice اللي هو الرز b اللي هي النحلة، وبالتالي انت عندك ثلاث اكلات اهوت ومعهم كلمه نحله يبقى بي هي المختلفه. 2 bread خبز rice رز lizard اللي هي السحليه meat لحم، برضو عندك ثلاث اكلات ومعهم كلمه ايه lizard اللي هي من البيتس من الحيوانات الاليفه وبالتالي نشيلها. number 3 cat قطه nurse ممرضه rabbit ارنب turtle اللي هو السلحفاء، يبقى انت عندك برضو ثلاث حيوانات من الحيوانات الاليفة ومعهم كلمة نيرس اللي هي ممرضة فتبقى هي المختلفة. number 4 book كتاب canary اللي هي عصفور الكناريا parrot اللي هو البغبغان rabbit الارنب، معنى كده برضو ان انت عندك ثلاث حيوانات اليفة ومعهم كلمة book يبقى book هي المختلفة. شوف كده مع بعض question number 5 اللي هو choose the correct answer from A B C or D. number 1 A هنا بيسأل B بيقول له where is the pasta؟ فقال له it's in وبعد كده number 3. طيب هو عاوز يقول له في الممر يا ولاد، في الممر الثالث زي ما جت في المحادثة. فكلمة ممر بقى يعني ايه؟ box ولا aisle ولا table ولا bag؟ طبعا كلمة ممر يعني ايه؟ يعني aisle، وخليك فاكر ان الاس هنا ما بتتنطقش، يبقى انطق ازاي؟ aisle يعني ممر. it's in aisle 3 في الممر الثالث. number 2 بيقول هنا ايه؟ no أحمد doesn't
وبعد كده جايب لي ايه رايس، يعني عاوز ينفي الجمله ويقول احمد لا يريد ايه روز. متفقين طبعا ان انت سواء عندك دو او داز في السؤال فبيجي معاهم الفعل في المصدر، وبرضه متفقين في الجمله المنفيه سواء استخدمت doesn't او استخدمت don't فبرضه بتستخدم معاهم الفعل فين؟ في المصدر. فين بقى مصدر الفعل يا اولاد؟ في الاربع اختيارات هنا، فهو المصدر هنا اللي هيكون كلمه want، انما هنا مضاف له s، هنا مضاف له ing، وهنا جاء قبله ايه to. اوكي يبقى want هي الايه المصدر. نمبر 3 هنا معانا بيقول what does he، وبعد كده جاب ايه like. طيب يا ترى احنا هنسال السؤال بايه؟ وبعد كده بيقول لي he's tall and thin، هو طويل ورفيع، يبقى هنا كده بيديني وصف لشكل حد. وخدنا في البتاع اللي هو الدرس الاول ازاي، او اللي هي الوحده الاولى سوري، ازاي تسال عن وصف شكل حد يعني. فكنا بنقول يا اولاد what does he look like، what does he look like. نمبر 4 معانا بيقول هنا A بيسال B برضو بيقول له ايه does she want ice cream، يعني هل هي عايزه ايس كريم؟ فيقول لي هنا yes she. طبعا اتفقنا لو السؤال بادئ بdoes يبقى تقول لي هنا تستخدم برضو في الاجابه بتاعتك اللي هي yes does، لو السؤال بادئ بdo تستخدم برضو ايه do في الاجابه، يبقى انت هتقول ايه yes she does. question number 6 معانا بيقول لي look and answer the questions، هتبص على الصور وتجاوب على الاسئله اللي تحت كل صوره. نمبر 1 معانا هنا بيقول is it a dress، is it a dress، هل ده فستان؟ طبعا ده فستان، وبالتالي انت هتقول ايه yes it is. نمبر 2 معانا انا بيقول لي what do you have for lunch، what do you have for lunch، يعني ماذا تتناول على الغداء، انت هتتناول ايه على الغداء؟ فهنا بيقول لي جايب لي طبعا هنا اللي هو الباستا، يبقى معنى كده يا اولاد انا حول، هتبدا اجابتك بايه؟ بتحويل يو الى اي على نفسك، فتقولي بقى اي هاف، وبعد كده تقول اسم الحاجه اللي انت ايه بتتناولها. يعني ايه اي هاف يا مصر؟ يعني انا اتناول، بتتناول ايه؟ الباستا، يبقى اجابتك هتبقى ايه؟ اي هاف باستا. نمبر 3 هنا بيقول does Mona like ketchup، يعني هل منى هنا بتحب الكاتشب؟ طبعا منى مديها ظهرها للكاتشب وطبعا متضايقه او قرفانه اهوت، معنى كده ان احنا هنجاوب هنا بايه؟ بنو، وبالتالي انت هتقول نو وبعد كده تحول، طالما جايب لي اسم منى يبقى حولها الى شي، ولو كان جايب لي اسم مثلا ولد زي كريم كنت هقول ايه هي، يبقى هنقول ايه نو شي، وبعد كده بننفي داز مع نو ونقولها دازنت، نو شي دازنت. وافكرك تاني ان انت تخلي بالك ان انت لو بتجاوب بيس او بنو بتحط بعد يس او نو كوما، اوكي، على السطر بعد يس ونو على طول. طيب نمبر 4 معانا بيقول لي كانت سويم، كان ات سويم، وسويم يعني يسبح، بيقول لي هل اللي في الصوره ده بيقدر ان هو يسبح؟ طبعا الكلام ده مش مظبوط، لا، يبقى احنا هنجاوب هنا بايه؟ بنو، وهتقول نو بعد كده تعمل عمليه مقص مع نفي الكلمه الاولى، يبقى تقول نو ات كانت، no it can't، يعني لا يستطيع، no it can't. question number 7 معانا بيقول لي look and write 3 sentences، هتبص على الصوره وتكتب 3 جمل. طبعا في البدايه خالص احنا نقول ان هم موجودين في البيت، يبقى نقول ايه they are at home. الجمله الثانيه يا اولاد هنقول ان هم بيتناولوا الغداء، فهنقول ايه they are، واجيب بعدها الفيرب مضاف له اي ان جي لان هم لسه بيتناولوا الغداء قدام اهوت مستمرين، وبالتالي هتقول they are having، وبعد كده كلمه ايه lunch، they are having lunch. الجمله الثالثه معانا طبعا واضح في الصوره ان هم بيتناولوا البيتزا، وبالتالي احنا نقول ان هم ايه مثلا وليكن بيحبوا البيتزا، فنقولها ازاي؟ نقول they like pizza، they like pizza. نشوف بعد كده question number 8 اللي هو سؤال punctuation، وده اخر سؤال معانا النهارده. جايب لي هنا بيقول لي no he doesn't like fish، طبعا احنا بنغير ثلاث حاجات في كل ايه جمله في السؤال ده، هنحول ال n ال small ده يا اولاد الى n capital، واتفقنا ان احنا بعد yes وبعد no بنحط ايه كاما، يبقى احنا كده غيرنا حاجتين ال n والكاما، وهتيجي في الاخر هتشيل العلامه ديت وهتحط مكانها ايه full stop نقطه، لان ده طبعا ايه اجابه. وكده نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وكمان تدوس على علامه الاشتراك لو كنت بتشاهدنا لاول مره، وتفعل علامه الجرس بحيث يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وكمان ما تنساش تعمل شير للقناه على صفحتك على الفيسبوك، واستنوني في الفيديوهات القادمه واللي هنشرح في يونت 3، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.